جزاكم الله. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن يغيب عقلها أحيانا، فهل تسقط عنها الصلاة وهي لا تستطيع الجلوس؟ تصلي على السرير على ظهرها ويشق عليها استقبال القبلة، هل يسقط عنها استقبال القبلة؟ يسقط عنها ما تعجز عنها، الذي تعجز عنه يسقط عنها. تقول: الله ما استطعتم، تصلي ما تترك الصلاة وإن كانت إلى غير القبلة. إذا كانت لا تستطيع استقبال القبلة تصلي، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذا شرط من شروط الصلاة يسقط عند عدم القدرة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا كان يغيب عقلها مدة 3 أيام فأقل، فإنها تقضي ما مر عليها من الصلوات. أما إذا كان غياب عقلها يزيد عن 3 أيام، فإنها إذا شهيت تواصل الصلاة، ويسقط عنها ما مضى عليها وهي قد فقدت عقلها. نعم.